أهل التوحيد من شروح الناس. والله غربة التوحيد أشد غربة، غربة اتباع النبي أشد غربة. انتشر الشرك في الناس وانتشرت البدع، حمان الله وإياكم. هبوا وانشروا العقيدة الصحيحة في مجتمعاتكم وفي أهليكم، والله إنها لمن أشرف الأعمال أن تنشر التوحيد في الناس، وأن تنشر السنة، وأن تحذر من الشرك والبدعة، وأن تنشر الفضيلة وتحذر من الرذيلة، وأن تأمر باجتماع الكلمة وتحذر من طرائق الخوارج. هذا دين الله، هذا الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، لا ما يقع فيه هؤلاء من شركيات أو بدعيات. هذا الكتاب كتاب عظيم ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، فهو من أفضل ما ألف في الكتب المتأخرة في مسائل العقيدة ومسائل التوحيد. انشروه في الناس، علموه، والله إنه كتاب علم وكتاب فيه من تعظيم الله وتبجيل الله وتقدير أمر الله وتعظيم الله، كله ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم من نصح الناس ومن تعليم الناس دين الله عز وجل، وفق ما كان عليه الصحابة أبو بكر وعمر عثمان وعلي. هذا الكتاب كتاب نافع مفيد، استفيدوا منه وانشروا في الناس. نعم.